السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا أستاذ أحمد. ازيك يا أستاذ عمر؟ الله يخليك يا أستاذ عمر. اتفضل يا أستاذ. ربنا يبارك لك يا رب ويفتح عليك ويزيدك. الله يعزك يا حاج أحمد. طيب بالنسبة للأضحية، بالنسبة للأضحية، أيوة يا سيدي، كان عندي جد فقلت أضحي عليه. طيب. الجماعة فاكرين إن أنا هضحي عليه. طيب. فأنا كان عليا نجم. طيب. فأنا مش خليت إن أنا هضحي. لكن طيب. العيال ومراتي وكده فاكرين ان انا هضحي. طيب. فانا قلت اعمله ايه؟ اعمل الندب. طيب. هل كده في حاجه ولا؟ ولا حاجه، انت دلوقتي عندك جدي، والجدي دوت انت شايله عشان توفي النذر عليك، قلت والله لو حصل كذا 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 انا هذبح الجدي ده لله، مش انت قلت كده؟ خلاص لا، ذبح الجدي اولى من الاضحيه، لو انت مش قادر يعني... اسمع بس يا حاج احمد. لو انت مش قادر تجيب مع الجدي ده خروف عشان تذبحه للاضحيه وما عندكش غير الجدي ده، اذبح الجدي في النذر، لان النذر واجب، لان النذر واجب، فعليك ان انت تذبحه في النذر وليس تذبحه في الاضحيه، وخاصه لو ما كانش معاك فلوس ان انت تجيب اضحيه. خلاص يا حاج احمد، ربنا يفتح عليك ويزيدك يا مولانا. الله يعزك يا حاج، الله يعزك ويبارك فيك يا حاج. انا سعيد ودايما متابع حلقاتك يا مولانا. الله يعز حضرتك يا حاج احمد، ربنا يبارك فيك يا حاج احمد.